شكرا بسام. حاليا مثل ما تفضلت احنا موجودين على جسر تشبد، تحديدا تواصل جسر تشبد مع الدائري السابع. الامطار ماخذه بغزاره وقاعده تزيد، ومعاي المقدم عايض البصمان يعطينا فكره عن الاوضاع وكيفيه التعاطي معها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صيبا نافعا وكل امطار خير على دولة الكويت. الان مثل ما تشاهدون عندنا الدائري السابع صارت عندنا سيول للامطار، كانت هناك حواجز وسواتر ترابيه من الامطار السابقه، كانت مستنقعات مائيه موجوده. زادت الامطار من الساعه من امس بالليل فجر اليوم، زادت الامطار، عندنا بعض السواتر الترابيه انكسرت ونزل الماء ينجرف على السابع الرئيسي. اذا تعطيني فكره عن كيفيه التعاطي مع الوضع الحالي، انا قاعد اشوف يمكن يتابعون معانا يقدرون يشوفون اللي قاعد يصير، ان في كذا قطاع قاعدين يضافرون، منو القطاعات اللي شغاله وش اللي قاعد يصير؟ صحيح، طبعا هذه توجيهات ساميه من سيدي رئيس مجلس الوزراء وباشراف مباشر من سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه. هناك طبعا جميع القطاعات الحكوميه، الاخوان في وزاره الدفاع متعاونين، الاخوان في الحرس الوطني، الاشغال، كذلك هيئه الطرق متواجدين بهذا المقر الان مثل ما تشوفون انت وتشاهدون. الاخوان في وزاره الدفاع الان جايبين الياتهم معداتهم حفاراتهم الان لعمل سواتر ترابيه لبعض السيول. اذا قاعد تشاهدون الان السيول من المنهول قاعد ينزل، هذا السيل ما من المناطق الخارجيه البر اللي برا قاعد ينزل علينا، وعلى الدائري السابع قاعد يعبي التناكر، قاعد تسحب هذا الماي. الان دور الاخوان ويانا متعاونين في وزاره الدفاع والحرس الوطني، الاخوان والمطافي، قاعد نعمل سواتر ترابيه لمنع هذه السيول. تدري انت الدائري السابع مع تشب مطل على منطقه غرب عبد الله مبارك ومنطقه مكشوفه من الخلف. في اصابات بشريه؟ هل في اصابات بشريه حتى الان؟ الحمد لله، اطمن اخواني المشاهدين عبر تلفزيون دوله الكويت، لا توجد اي اصابات بشريه ولا الحمد لله وفيات، فقط اضرار ماديه ومركبه واحده فقط وتم انتشالها. الطرق البديله اللي الحين يعني خلنا نوصل للناس اللي متجهين للقطاع للطريق هذا، وين ممكن يبدلون يروحون؟ صحيح، انصح اخواني اهالي منطقه الجهراء، محافظه الجهراء، مرتادين الدائري السابع، عدم السلوك الدائري السادس، لان الان الدائري السابع الان مغلق بالكامل من جسر تشبد السابع الرئيسي، ما في اي مركبه تمشي. للجهات الحكوميه قاعد تعمل على قدر وساع في سحب هذه المياه. مرتادين الدائر السابع اهل الجهراء يعني عندهم طريق بديل، عندهم دائر السادس، عندهم الخامس، عندهم الدائر الرابع، عندهم طريق الجهراء العام. الاخوان اللي قادمين من الظهر على الدائر السابع عندهم الدائر السابع شقال لغايه جسر تقاطع تشبد، بس مسافه قبله في فرعي صعدك على فوق الجسر، هذا سالك عندهم يقدروا يجون لغايه الموقع وياخذون فرع يمين، يعني في تسهيل حركه الموقع. مرتادين منطقه تشبد الان، واللي قادم من تشبد يقدر يروح للسادس ومن السادس لمنطقه تشبد. هذه الامور الطرق الان مفتوحه، بس هذه عندنا الان الدائري السابع، والاخوان مثل ما وريناكم قبل شوي قاعد يشتغلون، وعارفين انتم نسبه الامطار، والحين احنا قاعد نكلمكم قاعد تشوفون غزاره الامطار، وهناك توصيات من القياده العليا بعدم خروج المواطنين الا للحاله الضروره والقصوى، ليتسنى لرجال الداخليه والاسعاف وجميع الجهات الحكوميه. هل في اجراءات معينه تنصح فيها اللي يضطرون للخروج؟ يعني خلونا نقول ان الخروج للاضطرار، واكيد عدم خروجكم هذا مساهمه بان كل القطاعات تشتغل بجو اكثر انجاز، اكثر سرعه، باكثر امان. وجودكم داخل بيوتكم اكيد هذه نقطه اساسيه راح تساهمون من خلالها بسلامتكم وسلامه اخرين اضطروا للخروج، واذا في ملاحظات ممكن تقولها للمضطرين للخروج. صحيح، الملاحظات يعني اذا كانت هناك حالات طارئه لاشخاص في سواء مستشفيات او تدري انت امطار وتغيير جو واللي حوش ربه، المستوصفات موجوده.